السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بشير عبد الصمد في موضوع جديد سنتناول فيه ما هو الأرطوفونيا أو ما هي الأرطوفونيا. الأرطوفونيا وهي التعريب للكلمة الفرنسية أختوفوني التي تنقسم إلى جزئين، أختو وهي ريديكاسيون وتعني إعادة التربية، فوني وهي فوا وتعني الصوت، فهي لغة إعادة تربية الصوت. أما اصطلاحا فهي الدراسة العلمية للاتصال اللغوي وغير اللغوي بمختلف أشكاله العادية والمرضية لدى الطفل والرشد، تهدف إلى تشخيص اضطرابات الصوت والكلام واللغة الشفوية والمكتوبة وعلاجها من خلال إعادة التربية والتصحيح باستخدام أساليب ووسائل متخصصة وبمساعدة أخصائيين في طب علم النفس الاجتماع واللسانية. فهي علم متعدد الاختصاصات، كما تهتم بكيفية اكتساب اللغة والعوامل المتدخلة في ذلك وتلعب دورا في التنبؤ والوقاية من الاضطرابات اللغوية. سنتعرف الآن على تاريخ أصول الأرطوفونيا. تاريخ الأرطوفونيا قد بدأ ظهور والنمو في العالم في نفس الوقت الذي بدأت فيه أول الأبحاث الهامة الخاصة بميدان الطب وعلم النفس، ولقد عرفت نجاح كبير منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. ويرجع مصطلح الأرطوفونيا إلى سنة 1829 عندما فتح الدكتور لومبا المعهد الأرطوفوني بباريس، وكان يهدف إلى معالجة عيوب الكلام. وفي سنة 1926 طلب الدكتور فو وهو جراح بمستشفى الأطفال المعوقين من الأستاذة سوزان بورال ميسوني التكفل بالأطفال الذين تجرى لهم جراحة بخصوص الانقسام الحنكي أو شق الحلق، حيث كانت نتائج التكفل حسنة مما جعل فو يرسل له الحالات أخرى. وتعد بورال ميزوني عام 1965 إلى 1900 أول من أسست أرطوفونيا الحديثة، كانت تلميذة أبي روسلو مؤسس الصوتيات التجريبية، حاصل على ليسانس تعليم تخصصي الصوتيات، وعملت كرئيسة قسم الأرطوفونيا في مستشفى سان فانسون دي بول، كما عملت بالمستشفى الخاص بالفال المرضى في باريس من عام 1926 إلى 1961، كما كانت المكلفة الأولى بقسم الأرطوفونيا بمستشفى هنري روسل في باريس من عام 1946 إلى 1974. لقد صمم بورال ميزوني العديد من الاختبارات في اللغة وعدد من الوسائل البيداغوجية في مجال تعلم القراءة والكتابة والحساب، كما اخترع الطريقة الصوتية والإشارية من أجل إعادة تربية اضطرابات الكلام واللغة. ثم وسعت مجال نشاطها فأصبحت تتكفل بالنطق والكلام عند الأطفال غير المصابين بشق الحلق، واتجهت خاصة نحو ميدان تربية الأطفال الصم. بعد الحرب العالمية الثانية وبفضل جهود جون دي أجيريا جيرا، أصبحت مصلحة مستشفى روسل متخصصة أساسا في التكفل بالحالات العصبية وحالات عسر القراءة. وفي 1959 أسست بورال النقابة الوطنية للأرطوفونيين CNO التي أصبحت في 1968 الفيدرالية الوطنية للأرطوفونيين FNO. ولقد أغنت هذه الباحثة المكتبات بمقالاتها المتنوعة والتي ظهرت في الصحافة العلمية الطبية الفرنسية والعربية، وبقية الأبحاث والمساهمات المختلفة والمتنوعة من طرف الباحثين إلى سنة 1963، حيث تخرجت أول دفعة بشهادة دراسة بالأرطوفونيا. وفي سنة 1964 صدر قانون 11 جوليا ليعطي للأرطوفونيا وضعها القانوني، فأصبح بإمكان تحضير دبلوم دولة في كفالة الأرطوفونيا. ونلاحظ أن الأرطوفونيا في الدول الأوروبية تابعة للقطاع الصحي سواء الطبي أو شبه الطبي، والآثار المؤسسة والأبحاث الأولى التي أجريت، حيث أن معظم الباحثين في الأرطوفونيا هم لسانيون أو أطباء. وبصفة عامة فقد عرفت الأرطوفونيا أشواطا مختلفة في جميع أنحاء العالم نظرا لكون الحاجة إليها ماسة، ونظرا للانتشار الكبير لاضطرابات اللغة والوقاية منها أصبح ضروريا، خاصة وأن التكفل بالمصابين يصبح صعبا وطويل المدى في حالة عدم التشخيص المبكر والدقيق. بدأت الأرطوفونيا في الجزائر منذ سنة 1973، والمحاولات الأولى أثبتت أن هناك تبعية للنظام المتبع في فرنسا الذي ظهر في الخمسينيات بفضل الباحثة بورال ميسوني،
وظهر أن هناك فشل في هذه التبعية نظرا لعدم وجود متخصصين جزائريين قادرين على اتباع نفس الطرق، حيث إلى هذا التاريخ لم يكن موجودا أي أستاذ جامعي في الأردن يستطيع أن يدرس هذا الاختصاص للطلبة. وعمل المختصون في علم النفس على دفع الجهات المعنية لتكون مختصين حاملين لشهادة ليسانس عوض دبلوم، ولم يلبى هذا الطلب إلا في عام 1987، وبقيت الأردفونية تابعة لعلم النفس فهي لم تعرف استقلاليتها، والبرنامج لم يغير ولم يكن خالي من النقائض لم يكن خاليا من النقائص، خاصة فيما يخص الوسائل والتربصات، لأن الأردفونية تتفرد في تقنياتها والاختبارات التي تطبقها، ولم يكن تكوين المختصين الأردفونيين كاملا بالرغم من الجهود التي كانت تبذل للوصول إلى ذلك، خاصة من طرف الدكتورة زلال نصيرة التي يعود إليها الفضل الكبير في إعطاء الأردفونية فرصة البروز في التكوين والدفاع عن الأردفونية خاصة في ميدان العمل. نظرا لعدم وجود معرفة شاملة بهذا الاختصاص من طرف المعنيين وحتى العائلات والأولياء، ساهمت نصيرة زلال في تثبيت مجال الأردفونية كعلم قائم بذاته من خلال المؤتمرات العلمية الدولية بالإضافة إلى المراجع والمقالات التي نشرت من طرف الباحثة. كما ساعدت مشاريع البحث في الأردفونية على ظهور الجمعية الجزائرية للأردفونية. أما تكوين الأردفونيين في الجزائر فهي تابعة لأقسام علم النفس وعلوم التربية والأردفونية، تدرس في الجزائر العاصمة وهران والصيف منذ السنة الثانية جامعي، وتسلم شهادات ليسانس في الأردفونية بعد 4 سنوات دراسة في الجامعة، سنة واحدة جذع مشترك وثلاث سنوات تخصص وفق النظام القديم. أما وفق النظام الجديد فهي تدرس كمقياس سداسي لكافة طلبة سنة أولى علوم اجتماعي، ويكون التخصص في السنة الثانية.